ده الشيماء. ده الشيماء. ايه انا كل ما اقول لك شيماء يحصل لك حاجه؟ لا لا ربنا يكرمك يا شيماء منصف. الملاك. ايوه. ايه رايك بس الورد حلو؟ حلو بس بيبقى فيه كارت معاه. ايوه اهو، معرفش ده كارت صاحب المحل ده ولا ليه؟ صاحب المحل ليه يعني؟ عشان لو عجبني يعني دقته وعجبني اجيب تاني. دقت الورد قصدي لو طب يعني من انهي فصيله يعني؟ لو شميته يعني. يالا ده الكارت يالا اللي هو بيبقى كاتبين فيه بقى، تكتب فيه بقى كل مشاعرك واحاسيسك وبتاع. طب اكتب لي والنبي عشان انا ايه خام في الحاجات دي. انت مفيش خالص. معلش تعالى معلش يا خبره. انا هظبطك ظبطه. ايوه والنبي اكتب لي كلمتين يالا حبيبي. يالا ده هتحبك حب يالا قوي بتدي روح. في ايه؟ ماشي. هو عم رابط القلم ليه؟ هو بيعامله معامله المحمول يعني؟ ماشي معلش. هو زي الكوبايه بتاعت الكولدير دي. اكتب لنا بقى ضربته وملزقه وحالته حالا. هو ما بيكتبش. يبقى عشان كده ربطه عامله عبره لاي قلم يفضل. يقول له هتفضل؟ طب والله لاربطك. خليك عبره لكل الاقلام اللي تيجي هنا. قلم يجيبه ما يكفيش العمر كله ليه يعني؟ هتلاقيه ب 75 قرش. كلمتين. طب اصبر بقى عشان اتوترت. انت بترسم كلمتين. طب انت ما ايه؟ حافظ؟ حافظ؟ طيب خلاص. الله يفضحك. ماشي. ماشي. ايوه انت كتبت لي يعني كلمتين حلوين. ايوه كتبتهم لك بقى حبيبي. وهتدعي لي والله بجد. هتدعي لي دعاء. لا انت راح فين اصلا؟ هدعي لك. انت هتبقى واقف وانا بسلمها الورد بقى. والله ما هينفع. لا المره فاتت هربت والله ما هينفع. ليه؟ طالع بعثه. ما بيعملوا بعثه للشحاتين دلوقتي؟ تهزرش بقى يا منصف. ما البعثه تبقى منظرك ده. رايح الشرقيه. رايح الشرقيه؟ راح تعمل ايه في الشرقيه؟ راح اجيب 100 جنيه. ايه اللي 100 جنيه؟ مش 100 جنيه. لا امال ايه؟ 100 جنيه. ايه يعني ايه الفرق يعني؟ لا فرق كبير. انت ما درستش العلوم الرمضانيه قبل كده؟ ايه ده علوم الكنافه وبلح الشام؟ لا يعني. لا لا ده علم علم اخترعه الحاج رمضان. طب اسمع مني بس. أيوه. اقنع عمي اللي بعتك يعني؟ اقنعه بقى ان ملوش لزوم من المشوار. هتروح هتدفع 60 جنيه وانت رايح من مواصلات. ما ال 100 جنيه هتروح مواصلات؟ لا ده انا هركب رجلي. هخطف رجلي لحد الشارع اجيب 100 جنيه وجع على طول. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه عم رمضان هيوديك الشرقية ماشي؟ ايوه ماشي. ايوه ماشي. ايه عم رمضان ده؟ ايه ده؟ افترى. وقبلها راح اسكندريه كمان. او اركب على الصفيحه. ايه الصفيحه دي؟ ده موضوع كده في الباص. هو عارف في الباص. انت يا ابني كنت فين؟ انا كنت مع عم رمضان. هتروح الشرقية وامسك الحالي يا بص. امسك 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 يا عم. لا ولا بقول لك كده عشان تديني حاجه يا جدع. احنا يا جدع انت اخويا بشحت منك. ما عشان اخويا امسك. لا يا جدع والله ما ينفع. بقول لك امسك ما تصغرنيش بقى. ماشي. هتعدي على اسوان تجيب لي قصب وانت جاي. معلش اسوان. انت تستاهل شيماء حبيبي والله العظيم. هفاجئها الف. انا ربنا يكتب لكم الخير مع بعض حبيبي. تديها الورد. ها ماشي. وهتدعي لي. خلاص يا هدى. ايه مالك يا انت؟ يا جماعه اللي عنده هدى بعد كده يربطه. وادي اتجنن ولا ايه؟ انا اقف بقى كده ايه عشان افاجئها اول ما تيجي وتشوف الورد.